انتوا اثنين صح؟ وده معاكم صح؟ كلكم تعالوا انا بجرمكم تط باذن الله عز وجل. ماركز ده زول زباله زيك، وانجل زباله زيك، عرفته؟ وفطومه زباله زيك، فطومه احمد ابراهيم، ونقط زباله تحت الجزمه دي، انت كلامك تحت الجزمه دي، افهم الكلام ده كويس؟ افهم الليلة اي فاهم يا شيوع، انا بكمل معاك احط معاك قرط، انت فاهم الكلمه دي ولا ما فاهم؟ والله الليلة اجغمك انت والشيشايل ده تط. اصبر بس، ماذا قال افلاطون؟ افلاطون سجمان زيك، افلاطون بتاع شنو؟ عندنا رسول الله يا اخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وذاك الاخضر، الاخضر ده جاي جدع، والله ماركس ما قال، انما قال السالين، كلهم فشل، ماركس والسالين، عرفتها؟ رساله اخيره اختم لك بها، عشان ما تقعد تتجدع للطلبه بكره نفوت بجاي، تجي تعمل لك منبر، وقال انجلس وقال السالين، كله هوس، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي بينفعك، ده اللي بينفعك، والدين، الدين مش نصلح عشان يواكب الحضارة، لا، الحضارة هي التي تواكب الدين، لأن الدين ده نزل من السماء، نزل من السماء. يا ناس، يا طلبة، أنا أشك ولا أتيقن إنه نازل في حاجة متناولنا غير الشيء سادة، أنا ما أعرف أيش، الله أعلم، الله أعلم. يا ناس، زول يقول ليه الدولة خلاك شغال؟ لما قلت ليه الدولة، ده أنت قلته هنا جوا ولا قلته بيتك؟ هنا يبقى خلتك تشتغل برضه، يبقى نفس السؤال سألتني ليه، وإنه ليه الدولة خلتك شغال؟ أنت ليه الدولة خلتك شغال في محل ما أنا شغال؟ طيب أنتوا قلتوا حرية، قالوا ولا ما قالوا؟ حرية، قلتوا ديمقراطية، قلتوا اشتراكية، طيب نحن أحرار؟ أنتوا اشتغلوا قلتوا الله ما في مشكلة، نحن شغالين قول لا الله في جوا عينك بحريتك دي، دايرين ناخذك بالحرية، حرية إنه أي زول يمارس شنو يا جماعة؟ حريته، أنا دار أعمل دقن حر، حر، دار أقطع بنطلوني حر، عرفته؟ دار أنغب مرتي وأختي حر، دار أجي هنا أجغمك يا شيخ حر، حرية، حرية صح ولا ما صح؟ حرية، ليه أنت تقول الأزمة في السودان جماعة الهوس الديني وزيدل ولابد الحكومة ما كانت تخليهم يشتغلوا وليه الحكومة فتحهم؟ ألا ينافي هذا كلامك ده الحرية؟ كذاب، أنت كذاب ومتناقض، أنا حر، حر اشتغل، اشتغل زي ما داير، أنت زعلان، أنت قلت حرية وأنا غطى ليه؟ لأنه نحن قاعدين نجغمك بفضل الله عز وجل، نناقش كده بالعقل بتاعك أنت، عقلنا خليه، عقل المسلمين دير كله خلي برا، أنت بس عقلك سوت شنو النظرية أخطر نظرية دي؟ سوت شنو؟ أنت جزير؟ زير كيس دكوة أنت، والله بكلمك جد يا ناس، ما الكلام ما يبقى رجالة، الزول ده بس بيتكلم أخطر نظرية، سوت شنو؟ النظرية دي سوت شنو؟ ما فشلت الاتحاد السوفيتي في محل أمة ذاته؟ طيب جاي أنت ده كحزب شيوعي فرتكت بقيتوا كم؟ النظرية دي ما لمتكم ليه؟ الشيوعيين كانوا واحد، طلع منهم حق بتاع الحاج وراك، وحق بقت حقين، والله ولا أنا كذاب، حركة القوى الديمقراطية الجديدة انبثق منها حركة القوى الديمقراطية الحديثة، بقوا اثنين، وحركة القوى الديمقراطية الجديدة وحركة القوى الديمقراطية الحديثة، الاثنين ديل مرقوا من الشيوعية، بقوا كم؟ ثلاثة، وانتوا أسي متقسمين. النظرية دي ما قدرت تلمكم انتوا، تلم العالم؟ انتوا سقطتوا الآن وشابكني أنتجت أكثر نظرية أنتجت، أنتجت زي نوعك ده. ولدتك أنت فبيس المولود تستهبل علينا نظرية قوية ما قوية بكم يعني ما في حاجة يا شيخ ما بأي نظرية في قرآن في سنة ده اللي بيصلح الدنيا ده اللي بيصلح الدين والآيات دي بنقرأ لك والله تقرع قلبك وذهنك قرع ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ده الدين وده اللي بيصلح الدنيا وده اللي بيصلح الاقتصاد عشان كده عمر بن الخطاب قال نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين الإسلام فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.